انا هدخل كده يعني ستريت فورورد زي ما بيتقال. تمام. للسؤال اللي محيرني انا شخصيا، هو الاهلي افريقيا بيختلف عن الاهلي محليا وليه؟ طبعا المفروض لا، يعني فريق المفروض لا، المفروض لا، النادي الاهلي واحد في الكل. اللي حصل اللي حصل طبعا النادي الاهلي يعني افريقيا هو هو، محليا عربيا يعني في جميع البطولات هو فريق النادي الاهلي واحد، وهو الطموح واحد والهدف واحد، هو الاداء الجميل مع احراز طبعا البطولات. شفنا على ارض الواقع بقى اختلاف شويه، يعني لما نيجي نتكلم على المرحله اللي فاتت في عجاله كده. أيوة. النادي الاهلي بطولات افريقيا بطولتين ورا بعض، دوري السنه اللي فاتت، سوبر محلي، كذا بطوله، نتكلم على 5 بطولات في وقت قليل جدا جدا. طبعا. اخر حاجه او اخر يعني بطوله كانت بطوله الدوري، كانت طبعا النهايه مش سعيده بالنسبه طبعا للعيبه وجهاز والجمهور. والجمهور الحقيقه كان يعني متفهم الوضع ده، ان النادي الاهلي مباراته الاخيره كان مضغوطه جدا جدا بعد موسم شاق وكبير، وكان في اجهاد واجهاد عصبي نتيجه لتلاحم المباريات والبطولات داخله في بعضها وحاجات كتيره. وبالرغم من كده النادي الاهلي كان اكوال مع المنافس لغايه الاخر خالص، ولظروف معينه اللي اقتنع بيها او الناس كلها مقتنعه بيها، النتيجه طبعا زي ما قلنا الاجهاد، نتيجه الاصابات، نتيجه ليه برضو الفار كان مسؤول عن بعض الحاجات فيها، النادي الاهلي بشكل او اخر يعني خسر البطوله. بس كنا متوقعين الحقيقه بعد خساره البطوله دي ان النادي الاهلي في البطوله اللي بعدها اللي كانت بعدها على طول وهي بطوله السوبر ان هو يعني يظهر بمظهر مختلف. النادي الاهلي خد فتره راحه وان كانت مش كافيه، بس فتره راحه، جاي من بطوله وخسران بطوله، والنادي الاهلي ما بيخسرش بطولات كتير، مش عادتنا، مش عادتنا. فكان الجمهور منتظر حاجه تانيه في مباراه السوبر، مختلف تماما يعني، لكن بالظبط كده لقينا الحقيقه الشكل الفني واحد. لقينا كمان يعني انا طبعا بحمل الخساره للجهاز الفني واللعيبه مع بعض، الاثنين مع بعض. طبعا. واول مره يبقوا الاثنين مع بعض، ساعات نقول اللعيبه في تراخي، ساعات نقول الجهاز اخفق شويه في حاجات معينه، انما كان الاثنين الحقيقه هم السبب الرئيسي لخساره هذه البطوله وان كانت من مباراه واحده. يمكن عشان كده هم الاثنين كمان تعرضوا للعقوب. ده اكيد، وده كان قرار سليم من مجلس اداره النادي الاهلي. هتكلم في عجاله برضو عن الاسباب الخاصه بالجهاز والخاصه باللعيبه. تمام. لو هنتكلم على الجهاز، عثماني طبعا لاعب فرقه الجيش اكثر من مره في الفتره الاخيره، ومنهم مباراه اللي هي اخيرا ضمن المباراه الاخيره في بطوله الدوري، وكانوا برضو من ضمن يعني من ضمن الاسباب اللي خسرت الاهلي نقاط. طب انت قاري كويس فرقه الجيش، وحتى لو مش قاري فرقه الجيش، لو اي حد في الشارع او في يعني بيتفرج على كوره كان متوقع فرقه الجيش هتلعب ازاي. طيب. تكتل دفاعي وبلعب على هجمات المرتده، يقدر ان هو يعني سرسبك كده زي ما بيقولوا لغايه الوقت الاضافي، وبعدين يوصل للهدف الاساسي اللي هو ضربات الجزاء اللي هي بتعتبر بين اي فرقتين في العالم مهما كان مستواهم 50-50. طبعا طبعا، وده اللي هو اللي عمله. ما لقيناش الحلول من موسيماني، ما لقيناش التشكيل المناسب، حتى التغييرات، يعني التغييرات اللي عاملها ممكن انا ابدا بتشكيل واتفاجئ مثلا ان اللعيبه مش في حالتها، بعض المراكز فيها قلق شويه، اقدر اغير اعمل الفارق في التغيير. طبعا. انما فاجئنا بتغييرات يمكن صعبت المهمه شويه، ومنها مثلا ان هو يلعب باتنين راس حربه مع التكتل الدفاعي، يعني انت زحمت الدنيا اكتر واكتر واكتر. لو هنسيب الكلام ده كله برضو، انت فين الاعداد النفسي للعيبه قبل المباراه؟ انت خسران بطوله وداخل بطوله هتتحسب في التاريخ وتتحسب للنادي الاهلي من مباراه واحده. صحيح. فكان لازم اعداد قوي، ما شفناش ده من خلال بقى اللعيبه. لو دخلت على اللعيبه كان في تراخي
والتراخي ده بان. بس بمعنى اعداد نفسي ان انا ايه كابتن حشيش، ان انا اريحه، ان انا اطمنه، ولا ان على النقيض ان انا اقول له ان في بديل مكانك فانت لازم تقدم لي افضل شيء؟ يعني لو هنتكلم بصراحه خليني اتكلم حضرتك بشفافيه، احنا عندنا بعض اللعيبه اللي ليس لها بديل، يعني لو هنتكلم عن السوليه، هنتكلم عن قفشه، محمد شريف، فين البديل بتاعه اللي انا اخشى ان انا لو اتاثرت في مباراه ما ان انا ممكن اتركن يعني او ما انزلش اساسي بعد المفترض كده؟ دلوقتي في النادي الاهلي ان في بديل لكل لعيبه، لو هتبصي على كل مركز له البديل وبديل الكوره، بس مش بينزلوا بشكل برضو. انت عامله انتدابات، عامله تدعيمات دلوقتي في اكتر من مركز تديكي افضليه طبعا. انما الاعداد النفسي ان انت راجل لازم تحس بالمسؤوليه، يعني زي ما انت بتطالب بحقوقك وبتقعد كده في التعاقدات تقول انا عايز كذا وانا عايز كذا وانا عايز كذا. أيوة. لازم تحس برضو بمسؤوليتك تجاه جمهور النادي. اللعيب بيدخل في المباراه وبينسى اللي حصل، انما الجمهور بيفضل متاثر بخساره البطوله.